السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. فوائد لقاح الكبد الفيروسي به هو أنه بيحفز جهاز المناعي وبالتالي بيحمي من المرض. هذا اللقاح يتكون من أحد البروتينات المغلفة للجدار الخارجي للفيروس، وهي الـ HBS antigen، وهي اللي بيشاور عليها السائل. إيه هي الفئات اللي لازم تاخد هذا اللقاح؟ واحد، الأطفال. المفروض أي أم حامل عندها هذا الفيروس الطفل بياخده، وحاليا بقى أصبح روتين بيتاخد التطعيم مجرد ما ينزل الطفل من بطن أمه في معظم الدول، وخاصة الدول اللي فيها هذا المرض منتشر. والتطعيم حاليا موجود في جدول ضمن تطعيمات أخرى بيؤخذ خلال السنة الأولى من عمر الطفل. أما بالنسبة للبالغين المعرضين للعدوى، التطعيم بيعطى للناس المحيطين بشخص مصاب بالكبد الوبائي، وخاصة الزوجة، النشطون جنسيا متعددي العلاقات، الأشخاص الذين يبحثون عن تقييم أو علاج لمرض ينقل جنسيا، الرجالة المثليين الذين يمارسون الجنس مع رجالة تانيين، الأشخاص الذين يشاركون الإبر والمحاقن لحقن المخدرات عند المدمنين، العاملون في مجال الصحة، المسافرين إلى المناطق التي بها معدلات عالية من المرض، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة أو الكلى أو نقص المناعة الإيدز أو السكري. شخص عادي يريد يطمن أنه ما عندوش العدوى، بس المهم أنك تتأكد أنك بتاخد الثلاث جرعات كاملين.